بداية شكرا لأخبار الفجر على الاستضافة، أنا ممتن لكم. فيما يتعلق بهذا الحدث بالنسبة لليوم، هو عبارة عن ندوة حول التاريخ والسيميولوجيا، وهي في نفس الوقت فرصة لتكريم أستاذ قامة علمية في التاريخ، الأستاذ القادري بوتشيش. هذا اليوم إذن هو في نفس الوقت يوم علمي، وهو أيضا اعتراف بما قدمه هذا الأستاذ من علم. وأيضا أريد أن ننوه في هذا من هذا المنبر بأخلاق الحميدة لهذا الأستاذ الذي سبقته سمعته إلى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. إذن اليوم هو بداية سيكون مناسبة للإنصات للأستاذ القادري بوتشيش في محاضرة له حول كتاب معين، ثم بعد ذلك ندوة ستتناول كتاب للأستاذ بوتشيش حول التاريخ. إذن فهو يوم علمي بامتياز، وأيضا هو احتفال كبير، احتفاء كبير بقامة علمية مغربية مشهود لها بالعطاء ومشهود لها بالجدية. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أتوجه بالشكر الجزير لجامعة بن طفيل التي احتضنت هذا النشاط العلمي الكبير والذي خصص لتكريم شخص المتواضع. حقيقة يعني لم رغم أنه تم تكريمي في عدة مناسبات وفي عدة دول وهنا في المغرب، ولكن حقيقة لم أشعر يعني استقبال بحفاوة الاستقبال مثل ما رأيتها في هذه في هذا اليوم التكريمي، حيث أنه أن الأستاذ حقيقة يشعر بأن يعني يشعر بقيمة بالقيمة العلمية ويشعر بتقدير المجتمع للعلماء. أعجبني أيضا يعني إلى جانب التنظيم المحكم، أعجبني أيضا المداخلات التي جرت بعد المحاضرة الافتتاحية والتي انصبت حول الكتاب الذي كتبه أو ألفه عني المفكر والمؤرخ التونسي الدكتور علي صالح مولى، والذي حقيقة يعني كانت فيه عدة عروض قيمة حاولت يعني تقييم هذا الكتاب وإبراز يعني إيجابياته، وبالتالي هذا يعني كذلك ينضاف إلى القيمة العلمية لهذا اليوم الدراسي. أما النقطة الأخرى التي أيضا استرعتني فهي قضية يعني التواصل ما بين الأستاذ وطلابه. فالأستاذ حميد جميلي هو الآن أنتم تشرفون بأن يكون أستاذ عندكم، وكان عندي أيضا طالب علم في جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وحقيقة على أنه كان من أحسن الطلبة الذين جلسوا مني مجلس الدرس. فحقيقة يعني كنت أنا ذاك يعني معجبا به وبأخلاقه، وجدت اليوم على أن هذه الأخلاق تتجسد في هذا التواصل الذي استمر رغم أن الحدث الذي نتحدث عنه هو حدث يعني مر عليه على الأقل أظن 15 سنة، ولكن مع ذلك فلا يزال يحتفظ بكل وفاء، وهو الذي كان مهندسا لهذا اللقاء، ولذلك فإن أقدر فيه يعني حقيقة أقدر فيه هذا الجانب، والذي يعتبر في حقا نموذج. أنا أتمنى أن كل الأساتذة يعني يبرون بأساتذتهم الذين درسوهم، وحميد في جميل في نظري هو القدوة التي الآن يجب حقيقة أن نقتدي بها. وأوجه هذا الكلام طبعا إلى كل الأساتذة والطلبة القادمين الذين سوف إن شاء الله تم المستقبل أن يبروا بأساتذتهم ويقوموا في التواصل وأن يكرموهم، لأن أحسن ما يتمنه الأستاذ هو هذا التكريم. تكريم يعني لا نبتغي منه لا مال ولا جاه ولا، ولكن يعني تكريم معنوي. وأتمنى لهذا الأبحاث التي ألقيت اليوم أن تطبع في كتاب ويكون أحسن هدية تقدم للأستاذ المكرم، وشكرا لكم جميعا على هذا المجهودات التي قمتم بها لإنجاح هذا اليوم الذي هو ناجح 100%.
صراحة تكون لي العبارات والكلمات في هذا المحفل العلمي البهيج. كما أجدد مرة أخرى يعني شكري للأستاذ إبراهيم القادم بوتشيش، وأقول لكم يعني حقيقة أن إبراهيم القادم بوتشيش كرمني قبل كلمة. في 2018 رئيس عالي في مدارس بحثية أنا والأستاذ عبد العزيز الطاهري من أجل أن أكرم هناك. انظروا إلى عظمة هؤلاء الرجال أن يكرموا أبنائهم قبل أن يكرمهم. هذا اليوم هو يوم دراسي تكريمي للأستاذ والمؤرخ إبراهيم القادر بوتشيش. اخترنا تيمة له التاريخ والسيميولوجيا وجديد البحث التاريخي في حوض البحر الأبيض المتوسط رؤى متقاطعة، وكان الهدف من هذا الأمر هو الوقوف عند المشروع الفكري للدكتور إبراهيم القادر بوتشيش من خلال أفكاره التاريخية التي طبعت الفترة الثمانينات والألفية الثالثة، والتي يمكن أن نعتبرها طفرة تاريخية نوعية. وكان تكريم إبراهيم القادر بوتشيش بمثابة اعتراف للمجهودات التي يبذلها من أجل خدمة التاريخ وخدمة البحث التاريخي. فزيارته لجامعة ابن الطفيل بالقنيطرة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية أضفت على هذا اليوم 16 مايو 2022 نكهة خاصة بحضور منقطع النظير من طرف أساتذة من خارج المدينة من تطوان ومن غيرها، ومن طلبة من مختلف المدن المغربية، وأيضا طلبة جامعة ابن الطفيل، والذين بقوا في الجامعة وفي الكلية وفي المدرج من 9:30 صباحا إلى 6:00 مساء دون كلل ودون ملل. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على يعني تقديرهم للمجهود الفكري لإبراهيم القادر بوتشيش. أستاذ، ولو أن صعب نطلب منك اختصار المسألة، ولكن علاقة الشخصية للأستاذ حميد جميلة مع الأستاذ القادر بوتشيش هي علاقة محبة، علاقة تقدير، علاقة أبوة علمية، علاقة وفاء واحترام لشخص هذا الأستاذ القدير الذي يعني بصم حياتي العلمية منذ بدايتها حينما ولدت الجامعة وإلى أن أصبحت يعني أستاذا. فله مني كل التقدير وكل احترام، وكل ما قلت به من أجله فهو قليل 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 جدا، فهو يحتاج إلى احتفاء وتكريمات متعددة. فشكرا لإدارة الكلية في شخص عمادتها وإداريها وموظفيها، وأيضا شعبة التاريخ والحضارة ومختبر التاريخ والتراث، وأيضا أشكر الطلبة على المجهودات التي بذلوها في إنجاح هذا العرس الثقافي. اليوم تشرفنا بحضور الأستاذ الكبير أستاذ إبراهيم القادري بوتشيش اللي شرفنا في هذه الندوة اللي نظمتها كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية شعبة التاريخ، وفعلا كان يوم حافل حافل يعني تشرفنا بحضور الأستاذ، بحضور يعني كوكبة من الأساتذة من جميع مدن المغرب، من مدينة تطوان، مدينة الرباط، وكذلك الأساتذة ديالنا المحترمين. لذلك كنتوجه بالشكر لجميع هؤلاء الأساتذة بصراحة اللي استفدنا منهم الكثير والكثير، واستفدنا من العطاءات ديالهم، وشكرا جزيلا.